عد قلبك لربنا. كيف أعد قلبي لربنا؟ اطرح ماضيك وراك وبص عليه وقول له مش عايز غيرك. سمويل بقى مسح الملوك هيبتدي يصلح الأحوال قائلا، بس سمويل ما رجحش برضو التابوت، قائلا إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، يعني بالتوب والتوب ونقية، انزعوا الألهة الغريبة والعشتاروت. كانوا بيعبدوا كم إله؟ اتنين. الغريبة دي ملهاش، لكن اتنين هما الأساس، البعليم والعشتاروت. يعني ايه البعليم؟ يعني السيد، والعشتاروت يعني الزوجة. كلمة عشتاروت يعني زوجة السيد، يعني بيعبدوا الإله والإلهة، وبيقولوا دول الاتنين المتجوزين الإله والإلهة هم دول اللي هيحلونا كل مشاكلنا. وكانوا عاملين لهم تمثالين، تمثال للبعليم، والبعليم يعني جات من البعل، يعني اللي يسود، وده رمز للشيطان اللي سيد عليهم. وبعدين لما يجي يقول ان العشتاروت يعني السيدة الامرأة، ودي بتذكرنا بواحدة امرأة شريرة اسمها إيزابل، إيزابل النبية التي جعلت إسرائيل يخطئ. شيلوا الآلهة وشيلوا الارتباطات الخارجية، وبعدين أعدوا قلوبكم للرب. حلوة، عد قلبك لربنا. كيف أعد قلبي لربنا؟ اطرح ماضيك وراك وبص عليه وقول له مش عايز غيرك. لو أنا أكسبتك أبقى أكسبت كل حاجة، وأنا لو كسبت الدنيا كلها وخسرتك أبقى خسرت كل حاجة. أدي كلمة أعدوا قلوبكم واعبدوه وحده فينقذكم من يد الأعداء الفلسطينيين. مش في ناس كتيرة تقولك أنا مش هقدر على الخطية الفلانية والخطية الفلانية والخطية الفلانية، دول أعداء. أنت حط ربنا قدامك قل له أنا غلب حماري، وعلى فكرة أنا عايزك يا رب تتمم وعدك، لأنك أنت قلت لي بدوني لا تستطيع أن تفعل شيء. عايز أشوف إيدك في حياتي، عايز أشوف عملك فيا. فنزع بنو إسرائيل هم الإلهتين، البعليم والعشتاروت، يعني السيد وامرأته، وعبدوا الرب وحده. سلام، لو احنا نطلع من هنا النهاردة نقول مش هعبد غير الرب وحده، لا ذاتي ولا أموالي ولا أولادي ولا ممتلكاتي ولا جمالي ولا المستوى بتاع الاجتماعي، هو الرب وحده بس. فقال صموئيل اجمعوا إسرائيل إلى المصفاة فأصلي لأجلكم.